المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية يعود من جديد ومن بوابة ولاية غردايا جوهرة الصحراء، وبمشاركة 24 ولاية وعارضين محليين ودوليين، وبمشاركة واسعة لفرق الفانتازيا والبارود. وعلى بركة الله أعلن رسميا عن افتتاح الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية للسياحة المحلية لدور كبير في التنمية المحلية المستدامة، كما أنها تعد معيارا يوضح مدى استعداد أي بلد لاستقبال السياح، فهي تساهم بشكل كبير في نشر الثقافة لدى عموم المواطنين، حيث تسمح لهم بالتعرف على حضارة بلدهم وتاريخها، وتعزز التماسك والتعايش الاجتماعي وتقوي اللحمة الوطنية لدى الساكنة. وتتميز هذه الطبعة بإبراز الموروث الثقافي والسياحي التي تزخر بها كل مناطق الجزائر، خاصة في اللباس التقليدي للمرأة الصحراوية. اللباس الخاص بنا عندنا تقاليدنا، وراه التقاليد يعني تقاليد عريقة جدا ويعني وعالمية انترناسيونال، ماذا بينا قاع الناس تعرفها وقاع العالم يعرفها. جينا اليوم شاركنا الحمد لله، يعني أمور مشات بخير. وتعتزم وزارة السياحة من خلال هذا المهرجان تسهيل مهمة السياح الأجانب لزيارة الجزائر والاستمتاع بجمالها الثقافي والسياحي. هناك دراسات لتسهيل إجراءات الحصول على الفيزا إن شاء الله. أنا سعيد بالمشاركة في هذا المهرجان، مهرجان السياحة الصحراوية بالجزائر. حقيقة اندهشنا وانبهرنا بما شاهدناه من فنون فلكلورية جزائرية متنوعة، رأينا على أرض الواقع ما كنا نسمع عنه عن الجزائر. For the first time in Algeria, great place, quite noisy sometimes, but I really appreciate it. It's amazing, awesome event, and you see the variety of tradition and culture. It's very, very interesting for me. هكذا انطلقت في ولاية غردايا فعالية المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية، الذي لا محالة يروج للبعد الثقافي والسياحي التي تسخر بها بلادنا.